اتفرجي. لا حلو. اتفرجي وقولي لي رايك. طب ما توريني كمان. اتفضلي. شوفي شوفي يا روعه. شوفي. وريني. الخاتم ده يا استاذ احمد جميل جدا. شوفي يا روعه. شوفي عامل ازاي. وريني. شوفي كده. لا حلو. حلو. بس انا بقول ان ده احلى صح؟ صح يا احمد؟ اه جميل. شكله حلو. اه. شوفي بقى الغبشه دي. والله انا رايي دي احسن من دي. امسكي امسكي. لا دي شايله ومحمله كمان. دي جديده بقى. اتفرجي. انت برضو عندك نظريه في الحاجات دي احسن مني. لا حلوين. لا اللي يعجبك يا استاذ احمد. اكيد اكيد. حلوين. لا ما شاء الله التشكيله اللي عندك تهبل. شكرا. جميله جدا. شوفي كده. لا هم دول انا بقول ان دول لا دول لا. تمام. شوفي دي كده. وايه كمان؟ شوفي بقى دي. لا دي شكلها حلو قوي. دي بقى جديدة. بص شكلها على ايدي حلو صح؟ شوفي كده دي كمان في الطاقة. ولا نخلينا في دول؟ انا بقول ان دول شكلهم احلى صح؟ والله يا حبيبتي الاتنين احلى من بعض، انت شوفي بقى اللي يعجبك فيهم وما تشغليش بالك يعني. ربنا يخليك ليا. شوفي كده يا حبيبتي. ده ذهب ابيض. ايوه. لا واو. لا حلو حلو. شفت لك استاذ احمد ده حاجته بسم الله ما شاء الله يعني. لا حاجته جميله جدا. لا مكان مكانك استاذ احمد براحتك. انا عارف ان تعبك معايا. تحت امرك يا استاذ في اي وقت. ربنا يعزك يا استاذ احمد. الله الله اكبر. هو حلوين جدا طبعا بس مش كنا رحنا المحل عندهم اكيد في تشكيله ثانيه. طب يعني احنا غلبناه وجبناه لحد هنا لما كنا رحنا من الاول. معرفش بقى يا احمد يعني انا قلت ان هيبقى اكيد ما عرفتش. والله يا استاذ احمد لو كان هيقول لك كنت ريحتوني وفعلا هتلاقي تشير احسن من كده برضه. طب معلش يا استاذ عمر احنا اسفين. لا تحت امرك يا استاذ احمد. هنروح المحل ونشوف احنا حاجه احسن. تحت امرك. هات كده. اتفضل. استاذ احمد فين باقي الذهب؟ يا استاذ هو في حاجه عندك يا روعه؟ اهو مفيش اي حاجه قدامك. طب دور كويس في الشنطه يا استاذ عماد. مفيش حاجه. كل حاجه قدامكم يا جماعه في ايه بالظبط؟ مش مهم اجيبه دلوقتي. صلاه النبي. لا اله الا الله. ايه يا استاذ احمد؟ يا استاذ عماد انت متاكد ان طب دور كده هنا كده اهوت ولا حاجه؟ يمكن في حاجه هنا اهوت كده. لا مفيش اي حاجه خالص. استاذ احمد كنت رايح فين يعني؟ لا لا كان معانا في كذا فورمة يا استاذ احمد من الغوايش والخواتم. انا مش عارفه بالظبط في ايه. ايه ده؟ تليفون؟ ايه يا استاذ احمد اللي انت بتقوله ده؟ الكلام اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. انت جاي بتغلط فينا في بيتنا وبتسرقنا. انا اسف يا استاذ احمد بس انا كان معايا ذهب زياده عن كده. خد يا احمد الشنطه اهي. ما فيش غير الشنطه واحنا ما اتحركناش. دور فيها براحتك. حقك برضه تطمن دي بضاعتك يعني. استغفر الله العظيم يا رب. مالك يا استاذ احمد وركز براحتك. طب اقول لك ايه؟ ما فيش حاجه. ما تتصل كده بحد في المحل يشوف لك الحاجه. صح عندك حق. لا التليفون مش معايا؟ يعني ايه؟ التليفون مش معايا برضه. شكلك بقى نسيت ونسيت بقى الحاجة هناك يا أستاذ عماد وأنت اللي ناسي. جاي تتهمنا بقى جايز يا أستاذ أحمد جايز فعلا. حصل خير يا جماعة حصل خير. أنا آسف. حصل خير. أنت روح بس وإن شاء الله هتلاقي التليفون وباقي الحاجة هناك. يا رب يا أستاذ أحمد. إن شاء الله. تعالى اتفضل. لا لا خالص خالص اتفضل. حلوة أوي كده. يا عبدو يا عبدو. ايوه. اسحب الماسوره على طول. ماشي. استاذ عماد بالله عليك لما توصل المحل وتلاقي التليفون وتلاقي باقي الحاجه وتشيك عليها وتتاكد انها موجوده اديني رنه عشان برضه طمني. ما انت عيب اللي بيحصل ده اصل انت في بيتي. ليه يا استاذ احمد ما تقولش كده انا اول مره اخش بيتك.
يلا خير هو اكيد ادام انا نسيت التليفون يبقى فعلا نسيت كل حاجه في المكتب برضه معلش يبقى رن عليا ماشي بقى ماشي ايه يا احمد؟ معلش يا حبيبتي بقى انا اسف انه فتش الشنطه بس ده كان لازم يحصل هو ده يعني كان ينفع؟ لا لا على فكره مش شاك فيك خالص بس كان لازم يحصل ما واضح عشان يطمن برضو ويتاكد خد يا اخويا فلوسك عشان ما تقولش برضو حاجه مثل لا سمح الله في ايه يا روحه كلامك ده بقى خلاص ماشي انا ماشي يا احمد طيب اعملي حسابك بكره بقى هنتقابل في المحل عشان نشوف بقى التشكيله اللي عنده عشان نشوف اللي يعجبك طيب يا احمد سلام ماشي؟ سلام سلام ربنا يسترها يا عبد ايه يا باشا ايه عملت ايه هي برنس الليالي دي الحاجه صح اما لو كان يعني بس بقول لك ايه دماغك عجبتني ايه رايك بصراحه اتكيفت منك ايه يابا عيب عليك لا ده كانت الفوطه بتاع المكنه لمؤاخذه عشان المكنه لسه جديده وبتاع عبوده في ختم ناقص بتقول ايه في ختم ناقص انت كده بتشك فيا والشغل ده مش هينفع معانا يعني احنا مع بعضنا الدنيا حلوه بقول لك ايه ما توجعش دماغك بقول لك ايه انا نصيبي فين انت بتحور عليا عشان ما تدينيش نصيبي ولا ايه انا اللي هحور عليك ده انت تاخد مال مال النبي يا لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام اتصرف فيك بعد كده بتمم على الحاجه عشان انا ما بنقصش حاجه وانت يا عم يلا هو كده في خدم بس يلا طير انت اه تعالى هنا ماشي ده اوتو ايه يا عم ده بتاعي لا مؤاخذه احنا هننصب المصلحه الجابر ان عليا وكلمني على الواتساب ماشي كمان هتسرقني عيني عينك ده نسرق بلد يلا ايه يا عبد الرحمن اتاخرت ليه ما انت عارفه حبيبك لما بيغيب ما بيغيبش اوانطه برضه طب قول لي بقى كنت فين اصلا انا كنت في مصلحه مصلحه ايه بقى قول لي وريني بس ايديكي بس ايه ده ايه الحساسيه دي بالحره بقى شفتي جايب لك حته تيجي في ايدك انما ايه ده الله البسي كده ايه ده عشاني انا ده عشانك لا كده. وجاي مظبوط وايه حاجه من الاخر الله حلو قوي امال ايه انت لسه شفت عز ربنا يخليك ليا بقول لك ايه انا هم انا ولا اقول لك امي حضر لي اللوم ولا اقول لك بلاش بقول لك ايه انا بس كنت عاوز اطلب منك طلب اتفضل بس مكسوفه بعد الهديه الحلوه دي هو ايه الطلب ده ماما تعبانه شويه لسه والله بعتلي مسج بتقول لي ان انا اروح اطمن عليها ممكن مش هتاخر هو ده وقته يا حماتي كمان افرحها اقول لها جوزي حبيبي قهوه مسيرني بدهب حلو ماشي روح مش هتاخر ها لا ما انت زي عوايدك تاخر ولا لا اما ليش غيرك يا بودي اما شوف اتاخر عليك كله مرهمه وكلام ماشي لا ما اقدرش انت حبيبي استاذ عماد بس ده مش رقمك نعم يعني مش لاقي التليفون ومش لاقي الحاجه طب بص يا استاذ عماد هو كده الكلام مش هينفع في التليفون انا جاي لك تمام مسافه الطريق مع السلامه ازيك يا احمد عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله قول لي عملت ايه؟ جبت شبكتك ولا لسه؟ لا لسه والله كل ده لسه هنعمل ايه بقى الظروف ايه رايك؟ بص بودي جاب لي ايه؟ ده عبد الرحمن اللي جاب لك ده؟ بص حلو ازاي فرحت قوي مش الخاتم ده كان من ضمن الحاجه اللي استاذ عماد جايبها اللي روعه بتتفرج عليها في حاجة يا أحمد؟ لا بس ده شكله فلسو يا بنتي لا طبعا فلسو ايه ده مش ممكن طب عشان برضو ما نحكمش وخلاص انا رايح لبتاع الصاغة دلوقتي تيجي معايا وتخليه يشوفه؟ يا نهار اسود ومنيل لا اجي معاك ده لو طلع فلسو ده مش هشوف وشي تاني مش هشوف وشي التاني ايه؟ ما طبعا لو طلع فلسو عبد الرحمن يعني؟ امال مين؟ يا ستي تعالي نتأكد الأول تعالي تعالي ماشي تعالي ان شاء الله نكون ظالمين ولا مش ممكن استاذ عماد عامل ايه؟ الحمد لله ولا كنت عايز اعرف الخاتم ده لعب ولا فرصه؟ الخاتم ده؟ الخاتم ده يا استاذ احمد كان عندك ساعه كنت في بيت حضرتك كان مع الحاجه اللي انت كنت جايبها من قصر؟ ايوه بس كده كل حاجه بقت واضحه مش فاهم حاجه يا استاذ احمد فهمتي الخاتم ده عبد الرحمن جايبه لمراته مين عبد الرحمن ده؟ اخو خطيبتي استاذ احمد اظن كل حاجه وضحت دلوقتي اهدى اهدى يا استاذ عماد وان شاء الله خير تعال تعال تعالي اتفضلي تعالي ايه يا ابني طمني الخاتم دهب دهب
اه انا قلت كده برضه، ما هو مستحيل عبد الرحمن هيضحك عليا. بس بعد اذنكم بس هوصل، بس هجيب حاجه على طول وراجع. خلاص ماشي. انت مش كنت بتقول يا استاذ عماد عندك تشكيله حلوه؟ ايوه وبنفس الساعه. اميره ده بجد؟ بجد بجد. انا عارف ان ذوق عبد الرحمن وحش، فايه رايك لو تشوفي تشكيله وتختاري منها حاجه على ذوقك انت؟ ماشي ممكن. طب وريني اللي عندك. تحت امرك. على ما اجيب الحاجه يكون انت واقف لك يا استاذ عماد. مستنيك. تخصني. تحت امرك. مش محتاجه كلام. لا. خش يلا على الباب، الباب مفتوح. روح. ايه يا احمد؟ انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه ولا ابتديها لك ازاي. في ايه يا احمد مالك؟ عبد الرحمن قال لي على كل حاجه اللي انت عملته مع السايغ. عبد الرحمن؟ ايوه. نهار اسود يا احمد. ليه كده طيب؟ انت لو محتاجه حاجه كنت قولي لي، انا يا بنت جبته لك لحد عندك وقلت لك اختاري واللي انت عايزاه. ليه كده يا روعه؟ يا احمد وحياة ربنا كل اللي عمل فيا كده كان زفت عبد الرحمن اخويا. طب بصي انا وحياة ربنا ماليه في كده اصلا يا احمد. طب اسمعيني بقى عشان خاطر ايه نقدر نحلها. انت دلوقتي تقدر تجيب الحاجه وانا اعرف اتصرف مع سايغ واديها له اقول له بقى لقيناها بطريقتي يعني، وساعتها يبقى الحوار انتهى وخلصنا. يعني ايه حوار انتهى؟ هو انت هتسيبني؟ لا يا بنتي لا، انا بقول لك يبقى الحوار انتهى من ناحيه السايغ يعني. هو الحاجة جه عبد الرحمن قال لي ان انا اشيلها هنا اهوت، بس هو في خاتم خده. مش مهم ده امره سهل، ادفع انا ثمنه عادي، بس أهو. المهم الحاجة اهو اهو يا احمد. ايوه يا روعة اهو اهو يا احمد. في حاجة تاني؟ لا والله ده اللي عبد الرحمن خده واداهولي. طيب تمام قوي. انت واحدة زبالة ما تلزمنيش. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا احمد الله يخرب بيتك يا عبد الرحمن. استاذ احمد. استاذ عماد اتفضل. حاجتك اللي ناقصه كلها ايه؟ ده؟ تمام كده؟ بشكر جدا لك يا استاذ احمد. انا اللي اسف ليك على الموقف اللي حصل في بيتي، ويا ريت محدش يعرف بالموضوع ده. أكيد. انت عارفنا وعارف والدي كويس. اكيد يا استاذ احمد. وحقك عليا. لا ولا يهمك. بالنسبه ليكي الخاتم اللي جوزك جايب لك ده مسروق. تحبي تاخديه ونبلغ بقى ونشوف ولا تمشي من سكوت؟ اتفضلي يا اميره. روح اسال جوزك جايب الخاتم منين وهو يقول لك. يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن قوم يا اخويا. روح يا بنت اعملي الاكل اسكتي. قوم عشان عاوزاك. يلا بقول لك روح اعملي الاكل. بقول لك قوم عشان عايزاك. بقول لك ايه، قلت لي لما بتغيب ما بتجيبش انت صح؟ اه. الخاتم جايبه لي منين؟ ايوه قوم كده وفوق. يا بت الخاتم ده انا جايبه لك من تعب والشقاية وعرقي وعرقي وعرقي. طب يا حبيب قلبي الخاتم اللي انت سارقه، احب اقول لك الدنيا مقلوبه وكانوا هيبلغوا البوليس يا بابا. شو بقى هتداري بقى بلوتك ازاي؟ ما سرقتش حاجه. مش رحت سرقته انت واختك؟ اختي؟ الدهب كله ابوه رجع لسحب حقه وقالوا لو عايزينه عادي جدا بس هيبلغوا عنك. اختي فين؟